السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة جديدة تاع اليوم، كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بألم الأرجل، يعني اللي كيضره رجليه واللي عنده تشققات في الأقدام واللي عنده الكزيمة في رجليه. هذه الوصفة هذه إلى تبعها 3 مرات في النهار لمدة ديال الأسبوع غادي يشاهد النتيجة بنفسه. الطريقة ديال هذه الوصفة هذه، غادي نشدو 2 بصلات نحكوهم، وغادي نشدو 2 معالق كبار من خل ديال التفاح، وغادي نديروهم في واحد سطل ديال الماء يكون سخون، ونديرو رجلينا في هذاك الماء، ما يكونش تاني سخون بزاف باش ما يحرقكمش. ونديرو هاد العصير ديال 2 بصلات على 2 معالق ديال الخل تاع التفاح، نديروهم في داك الماء ونحطو فيهم رجلينا حتى نحسو بواحد الراحة، يعني حتى يبرد هذاك الماء، ونعاودو نكررو هاد العملية 3 المرات 4 في النهار. خاصكم تحتفظوا بهذاك الماء اللي استعملتوه المره الاولى، يعني تحتفظوا به وتستعملوه النهار كامل. فاش تبغوا تستعملوا الماء ثاني، غادي تاخذوا واحد شويه تاع الماء تسخنوه وتزيدوه على داك الماء اللي فيه البصله والخل تاع التفاح، وتستعملوه النهار كامل باش ما تضروش انكم كل شويه ديروا 2 بصلات وجوج معالق ديال الخل. هذه العمليه هذه كتبدل الماء يوميا، يعني كل نهار كدير 2 بصلات وكدير 2 معالق ديال الخل. 2 بصلات يكونوا عيب هذا الحجم، هذا يكونوا صغار. تدير 2 بصلات وكتحكهم كيف ما قلت لكم في الطريقه في الاول. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء ان هذه الوصفه هذه تجربوها، لان النتيجه ديالها غادي تشاهدوها بنفوسكم. غدوز 3 ايام غادي تحسوا بواحد الراحه هائله هائله لا توصف. يعني والناس اللي عندهم تعفنات وعندهم تشققات في الرجل ديالهم غادي يتخلصوا منها بهذه الوصفه هذه. الا استعملوها واحد المده غادي يشوفوا النتيجه على الجسم ديالهم. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه، وما تبخلوش على راسكم ولا حتى الى عندكم شي شخص يكون كبير في السن وكيضروا رجلين، ديروا ليه هذه الوصفه هذه، باذن الله غادي يتشافى وغادي يبدا يحس بواحد الراحه هائله. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وكنتمنى منكم ايضا الدعم والمزيد من الدعم للمزيد من العطاء. وكنتمنى منكم ايضا اللي ما مشجعش في القناه يتشجع عندي ويشجعني بلايك باش دائما نوصل الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.